نتكلم عن ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى راح نبدأ نتكلم عن كيفية الوصول إلى لوحة معلومات مرتجعات العميل. طيب ننتقل الآن إلى بعض النقاط المهمة واللي هي تتعلق بمرتجعات العملاء. طبعا مرتجعات العملاء تسهل على كل عميل عملية الإرجاع للمنتجات اللي يتم طلبها من قبل البائعين، ويمكن تقييم معلومات الإرجاع بدقة وتحديد الحل المناسب لكل عميل بناء على سبب الإرجاع. فأنت كبائع تقدر أنه تقدم حل مناسب بمجرد ما تطلع على الأسباب وتصير مستعد لتقديم الحل، وأيضا تنسق مع العميل آلية تقديم المشورة بشأن الحل من خلال منصة البائع. من خلال المنصة راح تكون قادر على تتبع المرتجعات بسهولة باستخدام لوحة تحكم سهلة الاستخدام، من ثم راح تكون قادر للوصول إلى رؤية شاملة حول تفاصيل المرتجعات اللي وصلت، تبسيط عملية إدارة واسترداد الأموال للعملاء من خلال خيارات التواصل المباشرة، وأيضا تعزيز مستوى الرضا والتقييمات الخاصة بالولاء من خلال المبالغ المستردة الغير قابلة للإرجاع، مما يؤدي إلى تكرار عمليات الشراء. راح نتكلم عنها بالتفاصيل وإحنا ماشيين في تدريب اليوم. خلونا ننتقل الآن إلى الفوائد من إجراءات آلية إدارة مرتجعات العملاء، كيف ممكن تفيدك هذه. نتكلم عن آلية اتخاذ القرار المناسب. طبعا لوحة التحكم تسهل عليك اتخاذ قرار استرداد السلعة، راح تسمح لهم باستلام المنتج إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء من جانبك أو لم يتم الاتصال بالعميل من أجل الإرجاع خلال 48 ساعة من إنشاء الإرجاع. يمكن للعملاء مشاركة تفاصيل إرجاع السلعة مثل صور السلعة ووصف مشكلة السلعة وما إلى ذلك، ويمكن بسهولة عرض كل هذه المعلومات في صفحة مرتجعات العملاء. طيب الآلية تشوف تفاصيل المنتجات المرتجعات اللي وصلت، طلب الإرجاع، الصور والإجراءات الموجودة. بعد كده تتواصل مع العميل من خلال خانة التواصل، تطلب استلام، يمكن طلب الاستلام السلعة من عنوان العميل. وبعد كده تقدر تسمح بالموافقة على طلب الإرجاع ومعالجة طلب استرداد المبلغ سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي. خلونا ننتقل للخطوة الأولى لليوم اللي هي كيفية الوصول لمرتجعات العملاء. طبعا تساعد الاستجابة في الوقت المحدد والشفافية الجيدة بشأن المرتجعات على توفير تجربة ممتعة للعميل، وهذا يساعد على الاحتفاظ بالعملاء وكسب ثقتهم. أيضا للوصول إلى صفحة مرتجعات العملاء راح نروح للصفحة الرئيسية لمنصة البائع، من ثم نضغط على حقق بواسطة الشريك. بعد كذا ننزل تحت لخيار مسترجعات العملاء أو مرتجعات العملاء. بعد كذا راح تفتح معنا الصفحة اللي موجودة لمرتجعات العملاء، فيها معلومات كثيرة عن المرتجعات اللي موجودة. إذا كان في مرتجعات أو طلبات موجودة الآن تقدر تشوف عامل التصفية في الأعلى إذا كان في معلومات مختلفة، وأيضا ضغط على زر التفاصيل تقدر تشوف معلومات أكثر حول سبب الإرجاع وصور العملاء وتعليقاتهم وغيرها من التفاصيل. بعد ما تعرفنا مع بعض على كيفية الوصول لمرتجعات العملاء، الآن خلونا ننتقل لآلية التواصل مع العميل. طبعا تواصلك مع العميل بشكل مباشر يساعد على مراقبة مشكلة العميل عن كثب ومساعدة العميل بشكل أفضل. راح أشارك معكم الإرشادات التي ينصح باتباعها أثناء الاتصال بالعميل، ونتكلم عن كيف ممكن توصل لمعلومات العميل. لتواصل مع العميل كل اللي عليك تسويه تفتح صفحة مرتجعات العميل، وبعد كذا في لوحة معلومات مرتجعات العميل ابحث عن المرتجع اللي ترغب في التواصل مع العميل بشأنه، من ثم اضغط على خيار الاتصال بالعميل الموضح في الخط الأصفر اللي موجود في الصورة، اضغط على Contact Customer، وبعد كذا راح يأخذك الخطوة اللي بعدها. طيب من خلال الضغط على خيار الاتصال بالعميل سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة الصفحة اللي موجودة قدامنا الآن.
حيث يمكنك إرسال رسالة للعميل، وإذا كان العميل مسيئا أو كان تعامله غير لبق فعندك الخيار أنه إبلاغ عن المحادثة. فإذا أبلغت عن المحادثة راح يتم تعطيل خيار إرسال الرسائل لك أو للعميل من خلال خيار المحادثة، والتواصل راح يكون عن طريق فريق الدعم. طيب خلونا ننتقل للخطوة الثالثة لليوم، اللي هي آلية أو كيفية إدارة المرتجعات وآلية إرجاع المبالغ للعميل. ولكن قبل كذا، قبل ما نتكلم عن هذه النقطة، خلونا نعرف السبب أو نفهم السبب وراء قيام العميل ببدء عملية الإرجاع. نتكلم بعض النقاط اللي ممكن تفيدكم في الخطوات القادمة. طيب في أسباب كثير للعميل إنه ممكن يرجع المنتج لأحد هذه الأسباب. طبعا للعميل حقية استرجاع المنتج أو السلعة خلال 15 يوم من تاريخ الاستلام. يمكن أن يكون سبب الإرجاع المنتج إما أن العميل قد تلقى منتجا مختلفا، أو إذا كان المنتج تالف أو يوجد فيه عيب معين، أو بعض الأحيان ممكن يكون المنتج أو تعليمات استخدام المنتج غير واضحة أو غير متوفرة. فبالتالي من خلال خيار الخدمة اللي تم إضافتها للبائعين ككل، بإمكانكم مناقشة العميل أو تقديم الدعم بمجرد استلم العميل المنتج خلال 48 ساعة من خلال طلب الإرجاع. راح يكون عندك الخيار أنه تتواصل مع العميل وتشوف إيش الإشكالية اللي ممكن تحلها لها، سواء راح ترجع لها المبلغ أو ترجع لها المنتج أو أيا كانت الآلية اللي راح يتم استخدامها. طبعا راح يكون عندك بمجرد ما يوصلك طلب الإرجاع من العميل 48 ساعة للتواصل بين العميل وإصدار مبلغ الإرجاع للعميل. بعد كذا راح يكون عندك المبلغ المسترد عبارة عن استرداد كامل للمبلغ بمجرد إرجاع المنتج. تنتظر لين يرجع لك المنتج ومن ثم تسترد المبلغ بشكل كامل للعميل، أو يمكن استرداد المبلغ كامل أو جزئيا قبل استلام المنتج. بمعنى أنه أنت تقول للعميل خلي المنتج عندك، أنا أرجع لك قيمة الضرر على هذا المنتج أو المبلغ كامل. وبالتالي هذا أحد الخيارات المتاحة لك كبائع. طيب أنواع الاسترداد، مثل ما ذكرت في الخطوة السابقة، عندنا الاسترداد الغير مسترد أو الاسترداد العادي. الاسترداد العادي تبدأ استرداد الأموال بعد استلامك للمنتج، ويمكن تقديم استرداد كامل أو جزئي. استرداد الغير مسترد معناته أنه تبدأ استرداد أموالك أو الأموال للعميل دون أن تطلب من العميل إعادة السلعة. نفس الخطوة اللي ذكرناها، أنه أنت تطلب من العميل خلي المنتج عندك وأنا راح أعوضك بمبلغ المنتج أيضا. فبعد ما ينشأ الطلب راح يكون عندك 48 ساعة للتواصل مع العميل وتتخذ أحد أنواع الاسترداد اللي موجودة، سواء تنتظر يوصلك المرتجع ومن ثم عملية الاسترداد راح تكون بشكل جزئي أو كامل، أو تطلب منه أنه خلي المنتج عندك وأنا راح أعوضك بقيمة المنتج. طيب بعد ما فهمنا كيف آلية وأسباب إرجاع المنتج من العميل، خلونا نتناقش الآن عن كيفية قبول الإرجاع عندما يتم تسليم المنتج لك. طيب مثال على ملصق المرتجع اللي راح يوصلك بهذا الشكل. كل اللي عليك تسويه تدخل رمز بوليصة الشحن الأوروبي من خانة البحث، أو يمكنك مسح رمز QR كود مباشرة لموجود على هذا المنتج بحيث يتم استقبال المرتجع. طيب قبول مرتجعات العملاء، نفس ما ذكرنا، كل اللي عليك تسويه تمسح رمز QR كود الموجود على البوكس، أو تدخل بوليصة الشحن الأروي بيل بشكل يدوي على المرتجع، ومن ثم تضغط على View Details أساس تطلع على تفاصيل الإرجاع الخاص بالعميل، ومن ثم راح تنتقل الخطوة اللي بعدها لآلية إصدار أمر الإرجاع. طيب خلونا نتكلم الآن عن كيفية إصدار استرداد كامل للمبلغ للمرتجع اللي وصل للعميل. طيب لعملية إصدار إرجاع الأموال أو المبلغ للعميل، كل عليك بشكل مبسط تتبع الخطوات اللي موجودة قدامنا.
من خلال انتقالي إلى لوحة تحكم إرجاع العملاء، خانة حقوق واسطة الشريك، روح لاسترداد أو ابحث عن المنتج اللي انت حاب تسترد الأموال أو المبلغ للعميل من خلاله، من خلال صفحة المرتجعات. بعد كذا اضغط على المرتجع نفسه من خلال خيار issue refund اللي هو اصدار ارجاع، ومن ثم راح ياخذك للخطوه اللي بعدها. طيب، لاصدار استرداد كامل للمبلغ للعميل، كل اللي عليك تسويه مثل ما ذكرنا تضغط على نفس المرتجع من صفحه المرتجعات، بعدين راح ياخذك الى هذه الصفحه. بعد ما ضغطت على issue refund، الان راح تضغط على issue full refund من خلال تحديد الخيار للمبلغ اللي موجود اللي هو المبلغ الكامل، من ثم راح تضغط على submit refund اللي هو ارسال عمليه الاسترداد. وبكذا راح يتم طبعا الاسترداد، الاموال راح يكون بشكل فوري، سواء راح تنتظر يتم تسليم المنتج اليك او راح ترسل المبلغ قبل ما يوصلك المنتج أيضا. فبعد ما تسوي على submit refund أو إرسال المبلغ بشكل كامل، كذا تمت عملية الاسترداد الأموال بنجاح للعميل. طيب، كيف تصدر استرداد المبلغ بشكل جزئي؟ من خلال الخطوات التالية: من خلال صفحة تحكم في إرجاع أو المرتجعات العملاء، اختر على المرتجع ومن ثم ضغط على issue refund اصدار رجاع، ومن ثم راح ياخذنا للصفحه اللي بعدها. طيب، لاسترداد المبلغ بشكل جزئي، كل اللي عليك تسويه بعد ما تضغط على اصدار امر ارجاع او استرداد المبلغ، تفتح معك هذه الصفحه. تقدر في خانه المبلغ تكتب المبلغ المتفق عليه بعد ما تواصلت مع العميل ووصلت الى اتفاق بخصوص مبلغ الاسترداد، فتكتب المبلغ اللي راح تسترده بشكل جزئي في خانة المبلغ، ومن ثم تضغط على submit refund أو اصدار أمر الإرجاع، ومن ثم راح يوصل المبلغ للعميل. طيب، ملاحظة: إذا استرديت المبلغ للعميل لنفس الطلب أكثر من مرة، راح تنعكس هذه العملية قدامك، راح تشوف الملاحظة موجودة في عملية الاسترداد اللي تمت على نفس المنتج في نفس الصفحة. فبعد ما تسوي submit refund، راح يوصل المبلغ المتفق عليه مع العميل اللي هو استرداد بشكل جزئي. طيب، بعد ما يتم استرداد أموال العميل بشكل جزئي، تطلب من العميل الاحتفاظ بالمنتج، راح يتم تصنيف هذا النوع من المرتجعات تحت المرتجعات اللي تم الحل، تكون حالتها أنه تم حلها. ولكن إذا قدم العميل طلب إرجاع المنتج مرة أخرى، فستغير الحالة لهذا المرتجع إلى متنازع عليها أو المطالبات. وبعد كذا نتكلم عن كيف ممكن تحل المطالبات الخاصة بالعميل. لحل المطالبات الخاصة بمرتجع معين لأحد طلبات العملاء، كل اللي عليك تسويه تروح لصفحة المرتجعات بشكل كامل، تضغط على المرتجع اللي انت حاب تشيك على حالته وتحل الإشكالية اللي تمت عليه في عملية المطالبات. بعد كذا راح تشوف من الأعلى في حالات مختلفة، اختر الريزولت اللي تم حلها مسبقا من التصنيفات المتاحة. وبعد كذا راح تحصل حالة المرتجع disputed اللي هو تم المطالبة عليه أو في تنازع تم على هذا المنتج. بعد كذا كل اللي عليك تسويه فقط تضغط على هذا المرتجع، ومن ثم تتحقق من معرف الإرجاع الجديد والبحث عنه ضمن لوحة معلومات إرجاع العميل، تحقق من حالة المرتجع أيضا، واتبع عملية الاسترجاع المسبقة اللي سويناها مع بعض في عملية استرجاع الأموال في الخطوات السابقة. طيب، كيف ترفع مطالبة بإرجاع العميل المرتجعات اللي رفعها العميل ورجعها؟ تقدر أو تسمح لك لوحة معلومات مرتجعات العملاء برفع مطالبة إذا لاحظت أي مشكلات تتعلق بالسلعة التي قام العميل بإرجاعها.
تقدر ترفع مطالبة بمنصة البايع خلال 7 أيام من تاريخ إصدار المبلغ المسترد. خلونا نشوف آلية رفع هذه المطالبة. طيب، كل اللي عليك تسويه من خلال صفحة مرتجعات العملاء تختار المنتج وتروح للي حالته completed، تم حلها مسبقا، وتروح لخيار view details، مشاهدة التفاصيل، على أساس يأخذك الخطوة اللي بعدها. بكل بساطة، لرفع مطالبة على هذا المرتجع راح تضغط على خيار fill a new claim اللي موجود باللون الأحمر عليه السهم الأصفر الآن. بمجرد ما تضغط عليه تفتح معك الصفحة اللي موجودة فيها معلومات مطلوبة، ترفع فيها الصور، الإقرارات والإشكالية لمطالبتك الجديدة، ومن ثم بعد ما تعبي المعلومات تسوي لها إرسال، وكذا رفعت مطالبتك على هذا المرتجع. طيب يا إخوان، دائما تقدرون تتواصلون مع الإخوان في قسم دعم البائعين من خلال الأرقام الموجودة قدامكم على الشاشة. بإذن الله ما راح يقصرون معكم في الرد على استفساراتكم وحل الإشكاليات اللي تواجهكم.